انك تسامحيني. لا تروحي وتتركيني، الحياة كلها ما إلها معنى بدونك انت. لا بنتي، لا تمنعيني، عندي أشغال كتير ومضطرة إنه روح. بوعدك إنه قلبي دائماً رح يبقى معك لآخر المطاف. بس أنا بترجاكي ما تتركيني، حياتي ما بتكمل إذا أنتي بعيدة. بس أنا حياتي ما بتكمل إذا ما رحت من هون. نجاح، شفتي خالتي شو عظيمة؟ ايه وجدان، ما عم استوعب كيف وصلت امي على المسرح. وجدان، يلي صار قدامنا هلأ كأنه معجزة، وأنا متأكدة إنه رح تنحل كل المشاكل. نزل السلاح بسرعة، شو بدك تفتح لنا؟ حاضر سيدي. ارفع حالة التأهب وراقب كل حركة، ما بدي تصير أي مشكلة بالعيد. حاضر سيدي. B37 في 2 مساجين هربوا وعم يتفتلوا على راحتهم، وكتير ضروري إنه نمسكهم. لازم تخبر كل المخافر وتشغل الإنذار بكل المدينة، وعمم صورهم بسرعة ووزعها لكل فروع الشرطة. اسمعوني، في 2 مساجين هربوا، خليكن جاهزين لأي شيء. حاضر سيدي. يلا بسرعة. يا ربي، هلأ اجى عبال الشبكة تروح. بيان، من بعد إذنك شوف إذا فيك تلاقي 2 فولارات ذهب، الشبكة كتير سيئة كتير. أنت خليكي هون، أنا رح شوف. ماشي، بسرعة استعجل بيان، لأنه إذا ما قدرنا نلاقيهم شغلنا بيروح على الفاضي، الناس عم تروح. إيه أنا رايح. وهلأ نتائج التصويت، الرابح معنا واللي قدم المسرحية ببراعة واللي كتير أثر فينا وبمشاعرنا هنن على ذكراك.